يا رب صل على النبي محمد ثم سلما والآل والصحب وتباع الرسول الكرما يا ربنا ارحم واجز عنا شيخ نور العلماء وارفع يا في درجات شيخ نور العلماء وآتنا علما ورشدا واشفنا من كل داء وعن سواك أغننا بشيخ نور العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وارزق لنا من حيث ألم نحتسب وجد بما ترضى به عنا بجاه شيخ نور العلماء واكشف كروبنا وعن قضي ديونا وارحما وعين معيار قنا بالشيخ نور العلماء وشر إبليس وشر ذي شرور حاسدي وساحر وفاجر بشيخ نور العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا إليك أكفنا نمد يا رحماننا والتف بنا إلهنا بالشيخ نور العلماء فلا تردنا ومن نأتي إذا رادتنا واسمح لنا بمخرج بشيخ نور العلماء أوصل إلينا كل مطلوب سريعا وادفع عنا جميع مصائب بالشيخ نور العلماء واختم أخير كلامنا بلا إله إلا الله واحفظ لنا إيماننا بشيخ نور العلماء وثبتا أقدامنا على الصراط حينما نمشي عليه ربنا بشيخ نور العلماء أقرر عيوننا بإفضال علينا باللقاء للوجه يا خلاقنا بشيخ نور العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واغفر لنا ولوالدينا وأساتذ لنا ولأحباء لنا بالشيخ نور العلماء واعفو عن القاري وحاضري مديه الفاخري شيخي ومولانا سميل قطب نور العلماء صلي وسلم يا إلهنا على خير الورى والآل والأصحاب ثم الشيخ نور العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله.